قناة حباشو أول قناة عربية متخصصة في علم الأحجار الكريمة والمالية وعلوم متنوعة أخرى ودروس الدعم والتقوية لجميع المستويات باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية. علم الأرض بإنجليزية Earth Science أو قل Geo Science كما تشاء هي جميع مجالات العلوم الطبيعية المتعلقة بكوكب الأرض. هذا الفرع من العلوم يتعامل مع التكوين المادي للأرض والتفاعلات في باطنها. علوم الأرض هي دراسة الخصائص الفيزيائية لكوكبنا من الزلازل إلى قطرات المطر والفيضانات إلى الحفريات. يمكن اعتبار علوم الأرض فرعا من علوم الكواكب ولكن لها تاريخ أقدم بكثير. تشمل علوم الأرض أربعة فروع رئيسية للدراسة وهي الغلاف الصخري، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، وأخيرا الغلاف الحيوي، حيث ينقسم كل منهما إلى مجالات أكثر تخصصا.